زرت السجون، انا دا ازور السجون اشوف موظفين صغار محكومين عليهم، لان الحيتان الكبار يعملون ما يعملون، ويكون هؤلاء الضحايا هم من يدفعون الثمن. ثلاث موظفين، مدير مصرف واثنين من المعاونين، مدير مصرف رجل واثنين المعاونين نساء، مدير مصرف في كركوك. يجي له الفرقة 12 من الجيش العراقي في كركوك، الجنود مال هذه الفرقة يطلبون قرض من المصرف. من يجي يطلب الجندي قرض من المصرف أكيد ينطي عنوانه. الجندي المحسوب في هذه الفرقة نطع عنوانه. نطع عنوانه، منطي عنوانه لأن هو تابع للفرقة 12 جيش. نعم. جيش عراقي، هذا ما ينهزم. زين، في نفس الوقت ينطي عنوان محافظته، وأكثرهم من مناطق جنوب العراق. اجوا هذولا كل واحد أخذ 5 ملايين 10 ملايين قرض من المصرف الرافدين. طيب، بعد ما أخذوا القرض هذولا، بعد فترة انحل الفرقة 12 في المنطقة. من حل الجيش في المنطقة، كل واحد راح لأهله، هارب ما هارب. جت الدولة يريد هذول المنتسبين يوصل لهم. ما وصل لهم. من ما وصل لهم، عناوينهم غلط، الجيش انحلت بعد هزيمة في عام 2014 من إجا داعش. إجا هذا الرجل مدير مصرف متقاعد. طيب انت شلون طلعته تقاعد؟ شلون سويته براءة ذمة؟ شلون طلعته؟ هنا السؤال. كان ما طلعه. اذا هذا مسوي براءة ذمة وطلعته تقاعد، طيب ما معنى هذا ما بري ذمة؟ لا طلعه تقاعد، خليه هذا بعد ما طلع تقاعد بثلاث سنوات يجي له القضاء ويحكم عليه لمدة سنة بوقف التنفيذ. ثم يعاد التمييز ويسووه سنة مع التنفيذ. في نفس الوقت الوزارة دا يقول أنا ما أطلب فلوس من عندهم، يعني ماكو تضمين، يعني ماكو هدر بالمال. زين، أنت تحكم هذا رجال ومرأة اثنين صار لأربعين سنة خدمة بالدائرة، وبعدين حكمت سنة وانشمل بالعفو، انشمل بالعفو، صار له 7 أشهر 4 أشهر مشمول بالعفو، أوراق من 3 أشهر ما تجي إلى مجلس الوزراء. الرجل ما أخفى عليكم أبو الدائرة القانونية، نعم، في مجلس الوزراء أنا تواصلت ويا دكتور نجيب خلف الله عنه، يقول أستاذ أرشد مدى يجيني بالوقت المناسب. زين، معاملة ما بين وزارة الداخلية ومجلس الوزراء 3 أشهر 4 أشهر ما يجي، وهذا شنو ذنبه؟ باكر عقبه يخلص محكوميته يطلع، هذا راح يبقى عليه فقضية، يجوز ما راح يجي له تقاعد.